جاهزون يا أطفال؟ أي أي أستاذة. لا أسمعكم. أي أي أستاذة. إذا اليوم درس جديد، درس الأعداد العشرية. هنعملوا لهم الجمع والطرح في الأعداد العشرية. إذا ما الفرق؟ شكون يقولي ما الفرق بين الأعداد العشرية والأعداد الصحيحة الطبيعية؟ قل. الأعداد العشرية تحتوي على فصيلة. الأعداد العشرية فيها فاصيلة. إذا الأعداد العشرية فيها فاصيلة. والأعداد الصحيحة الطبيعية ليست فيها فاصيلة. هذا العدد كيف هو؟ عدد صحيح. لماذا هو صحيح طبيعي؟ لأن ليس فيه فاصيلة. ليست فيه فاصيلة. وهذا العدد كيف هو؟ عشرة. فيه فاصيلة. هذا العدد هذا؟ عشرة. فيه فاصيلة. وهذا العدد أيضا هو عدد عشري لأن فيه فاصيلة. إذا العدد العشري يتكون من ثلاث أجزاء: الفاصلة، الجزء الصحيح، والجزء العشري. هذا جزء صحيح، هذه فاصلة، وهذا جزء عشري. إذا اليوم خصنا نشوفوا كيفاش نقوم بعملية الجمع في الأعداد العشرية. إذا في نظركم بالنسبة لهذه العملية هذه، هل سأقوم بها على هذا الشكل أفقية؟ لا. شنو غادي نعملوا لها؟ ماذا يجب أن أفعل؟ سأقوم أضعها عمودية. أضعها عمودية، يجب أن أضع العملية عمودية لكي أقوم بالعملية. هي ممكن أن الإنسان يعملها أفقية، ولكن حتى كيوصل لواحد المستوى ديال الحساب كيحسب بسرعة، والحساب ذهني، وكيقدر يحسب راسو، يكون زايد شي شوية في النيفو. ولكن دابا نتوما باقيين صغار، عملوها عمودية أفضل. عملوا العملية عمودية أفضل. إذا هاد العملية هذه غنزلوها عمودية، هي الآن أفقية، ضروري خصنا نزلوها عمودية. كيف ما قلنا دائما، أبدأ بالعدد الذي على اليسار. العدد الذي على اليسار هو الذي أبدأ به. هنكتب العدد الذي على اليسار. كما كنقول لكم دائما، أرقام واضحة، أرقام قد 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 رجيلات قد الرويصات، باش كيجي الرقم معوض. هذه الكتابة ديال المدرسة، الرقم معوض. دابا غادي نكتبو تحت منو هذا الرقم هذا. أول حاجة كنعملوها كنعونو الفاصلة تحت الفاصلة. لاستيس ديال الحساب ديال الأعداد العشرية، باش تبغي تربح الأعداد العشرية وتجيب العملية صحيحة، أول حاجة تعملها تعمل الفاصلة تحت الفاصلة. شو تعمل الفاصلة تحت الفاصلة؟ ديك الساعة كتعمل الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والجزء العشري تحت الجزء العشري. العشري كان عندي غير جزء صحيح، غنعمل الصحيح تحت الصحيح، والعشري غنتفاهمو معاه. واش فهمنا؟ نعم. المهم اللي واش نعملو فاصلة تحت فاصلة. الفاصلة تحت فاصلة. ضروري. دابا عندنا هذا رقم الوحدات، ها هو الوحدات ديال العدد الأول. إذا نكتبو تحت منو تمانية. وهنايا عندنا أعشار، هذا سميتو الأعشار. هنا جزء المئة، وهنا إثنان. لاحظوا خرجناهم برا. فوق منهم كاين شي حاجة؟ لا. هي إذا بما أن ما كاين والو الفوق، شنو نعملو في بلاصتهم؟ أصفر. حسن جدا، أنا عندي العين المشاهدين الله يرضي عليكم. لاحظوا الأصفر، أنا الأصفر مساكن ماشي حقرتهم، عملت الصفر صغير حشمان. زعما حيت هو صفر نحقرو نعملو صفر ستيتو. لا. نعملو هذاك الأصفر حتى هما. إذا قلنا الصفر مسكين، واش نعملو هكذا ستيتو؟ لا. ها؟ نعملو هكذا ستيتو محقور؟ لا. حيت هو صفر نحقروه؟ لا. ضحكوا. لا ما نحقروش، واخا هو صفر نعملو طويول بحال خوتو باش يجي الرقم مزيون، يجي فيه الشكل مزيون يعجبنا. يعجبكم هاد الشكية؟ نعم. زويون نشريوه؟ نعم. إذا مازيان، هاد عدد مخير صالح الشرا. إذا كيف ما قلنا الأصفار عوض الفراغ نعملو أصفار هكذا، الفاصلة تحت الفاصلة، الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، الجزء العشري تحت الجزء العشري، وأسطر بالمسطرة. نتوما عارفين أننا متنحمش شي حاجة سميتها تسطر بدون مسطرة، ماشي غير أنا، القراية كاملة حشومة. الإنسان يسمع كلمة أسطر ويسطر بيديه. أسطر نستعمل المسطرة، أصل بسهم نستعمل المسطرة، أضع مستطيلا يعني جون كادغ نعمل نستعمل المسطرة، سميتو تأطير وأطير يعني جون كادغ نعمل المسطرة. ما تعملوش الله يرضي عليكم بيديكم، لأن نتوما واخا توصلوا لواحد المستوى نتوما باقيين صغار، واخا غتجي تعمل واحد المربع ولا غيجيك عوج، غتجي تسطر غتجيك عوجة. علاش غادي تكتب كتابة عوجة ماشي منظمة؟ لا، تسطر بالمسطرة. لا، من المسطرة. منين تجيو تسطروا العين عندك وتسطروا تطمو العلاج ليه تقصحوه؟ بحال كضربوا على العدد هكذا تعملوا؟ لا، ماشي تسطروا تسطيرها هابطه بعيده بحال هارب عليه خايف. لا، هكذا؟ لا،
نسطروا عليه هكذا، يعني واحد الطيار اللي هو ماشي بعيد ماشي قريب بزاف صافي. والان نحسب، راتشي تنقول لكم مهم، لان الانسان خصو يكتب واحد الكتابه معوطه باش اللي كيصحح له كيستمتع بالورقه ديالو. كتكون الورقه ديالك عامله بحال التريه مزيونه، خاصك ملي كنت كتعمل امتحان اولا كتعمل التمارين تعطيهم الاستاذ يشوفهم، خاص تكون الورقه منظمه مسطره مزيان. استعمل الخضيضر والزريرق الاحمر، لا لان نتوما ماشي نتوما مصحح، نتوما غير كتخرجوا، حيت اللي كيصحح لك يصحح بالاحمر. ولا كتبتي انت بالاحمر شنو خليتي له ما يعمل هو؟ استعمل غير الاخضر والازرق، ولا ما عندك شي ودي عملت الاسود واخا. اذا قلنا بما اننا كتبنا الاعداد معوطين، الان غنعوطوا هذا غنحسبوا. عندنا جزء الالف تحت جزء الالف، عشر بليتو جزء المئة تحت جزء المئة، عشر تحت عشر، فاصلة تحت فاصلة، واحدة تحت الوحدات، وهذه ما عندها حتى شي حاجة صافي. يلا نحسبوا. ابدأ الحساب من اليمين، ابدأ الحساب من اليمين. صفر زائد اثنان اثنان، اربعة زائد صفر اربعة، خمسة زائد ثلاثة ثمانية. الله يرضي عليكم. نعم الفاصلة تحت الفاصلة، عندك تنسى الفاصلة، الفاصلة ضرورية. ثمانية زائد ثلاثة احدى عشر، اضعوا واحد واحتفظوا بواحد، حسن جدا. اثنان والواحد ثلاثة، اثنان والواحد ثلاثة. اقرأي العدد بنتي، واحد ارفعي الصوت، واحد و ثلاثون، واخا تغلطي ماشي مشكل، حنا تنتعلم واحد وثلاثون فاصلة ثمانمائة واثنان وأربعة. أعيد القراءة، واحد وثلاثون فاصلة ثمانمائة واثنان وأربعة. حسن جدا، صفقوا عليها، برافو عليك. نعم إذا الآن مرة أخرى، مرة أخرى نقوم بالعملية التي تليها ونكتب هذه العملية هذه قلنا بهذه الطريقة هذه. أبدأ بالعدد الذي على اليسار، أبدأ بالعدد الذي على اليسار، أكتب كتابة جيدة الأرقام، نعمل ناقص هنا ونجي نعمل الجزء الصحيح تحت الجزء صحيح، الجزء الصحيح تحت الجزء صحيح، ونعمل الفاصلة تحت فاصلة. هل العدد هذا في فاصلة؟ لا نقدروا نعملوا له فاصلة حيت ما عندوش، نعملوا ثلاثة فاصلة أصفار شحال ما بغينا. أي عدد، أي عدد صحيح طبيعي، أي عدد صحيح طبيعي، أي عدد صحيح طبيعي كنقدروا نعملوا له الأصفار شحال ما بغينا، المهم تعمل له فاصلة. كتعمل له الفاصلة صافي؟ إذا ثلاثة يساوي ثلاثة فاصلة أصفار شحال ما بغيتي. نفس الشيء غنعملو هنا، نعملو الفاصلة تحت الفاصلة كيف ما قلنا. و 30 تحت ياش غنكتبوها؟ تحت خمسة وسبعون، تحت خمسة وسبعون، 30 تحت خمسة وسبعون صافي؟ هنا ما عندي والو، شنو نعمل في بلاصة؟ الأصفر، أصفر ونسطر بالمسطرة. دابا كنقول لكم نسطر بالمسطرة، أنا كنسطر بيدي، شتي دابا إذا أنا كنكذب عليكم يمكن. أنا المسطرة غتوسخ لي بزاف إلا استعملتها مع كاريوكا. إذا نحسب الآن، اثنان ناقص صفر، قولوا لي اثنان، اثنان، ثلاثة ناقص صفر، ثلاثة، سبعة ناقص صفر، سبعة، الفاصلة تحت الفاصلة، خمسة ناقص صفر، خمسة، سبعة ناقص ثلاثة، عشرة، لا ناقصة بنتي، ماشي مشكل تغلطي، حنا كنتعلموا، ثلاثة ناقص صفر، سبعة ناقص ثلاثة، أربعة، سبعة ناقص ثلاثة، أربعة، الآن اقرأي العدد. 45.732. صدقوا عليها، برافو عليك. إذا كيف ما قلنا طريقة الكتابة هي هذه، فأنا كنحضركم العيال عندك وتكتبوا لي الرقم مثلا 75 فاصلة مثلا هكذا، وتجي لك 30 تعملوها في الوسط هكذا، هذه راه تخربيقة هذه. 30 تحت ايش كنكتبها؟ 75 تحت 5 وسبعون. صبت الله يرضي عليكم، راه طريقة الكتابة، طريقة وضع العملية في الأعداد العشرية هي اللي كتجيب النتيجة تقريبا صحيحة. إلا وضعتي الوضع صحيح، إلا كان عندك الوضع صحيح، عول على النتيجة تكون تقريبا صحيحة. خصك تحسب ديك الساعة، خصك تحسب، والحساب قرينا فين يكون صغار. ولكن إلا وضعتي الوضع خطأ، إلا وضعتي العملية خطأ، كان الوضع خطأ، النتيجة مالها؟ خطأ. هذه خطأ من الأول، إلا كان الوضع خطأ، هاد 30 ما جاتش تحت 75 مباشرة، جات عوجة،
راه النتيجة هذيك 100% غلط. ولكن إذا كان عندك الوضع صحيح كن متأكد أن النتيجة قريبا إلى عرفتي تحسب منها الصفيرة تكون عندك صحيحة. هذا نصف الجواب والنصف الثاني هو الجمع الطرح أو لا الجمع. تفهمنا؟ إذا كنتمنى تكونوا استفدتوا. إلى درس مقبل إن شاء الله.